الكل واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. فيديو اليوم رح اعمل لكم لوك بناتي روز على موف مونوكروماتيك لوك او اللوك يلي بيكون فيه العين الاي شادو اللي مستخدمينها بالعين مع البلاش مع الحمرة بيكونوا من نفس فصيلة الالوان بيسموه المونوكروماتيك لوك. ف اخترت لوك يكون على روز موف بناتي لذيذ وخفيف وسهل وسريع. بتمنى انه ينال اعجابكم. بس قبل ما نبلش بالفيديو حابه اذكركم انه تضغطوا على هذا الزر الاحمر لا تشتركوا في القناه، تحطوا اللايك كمان الفيديو اذا حبيتوه، وتفعلوا الجرس ليصلكم اشعار الفيديوهات القادمه. اذا حابين تشوفوا كيف عملت هذا اللوك خليكم متابعين. يلا نبلش. عين عندي مجهزتها، حاطه لها كنسيلر او خفي عيوب ومثبتها ببودره الحره. طبعا رح اخذ هاي الباليت من Wet n Wild اسمها روزي ان ذا اير. رح اخذ اللون الموف يلي بالعلبه اللي رقمه 9 ورح احطه على الجفن المتحرك. انا رح احط على الجفن المتحرك، صار رح احط على كسرة العين. من نفس الباليت رح اخذ الرقم 2 ورح اخذ هاد زلال عيوب كانتر. رح اخذ هاد زلال العيوب من ميك اب ريفولوشن اسمه رايفل، بيجي روز جولد ليكو. كيف على الانعكاس كيف بيطلع كتير كتير حلو. رح احطه على الجفن المتحرك. معه بيجي انتنسيفاين برايمر، بس حسسته مثل المي يعني ما بعرف شلون رح يكون المبدأ تبعه. رح احطه بلا هالاختراع اللي معه. فكرة اسم المونتاج Revolution Flawless Foils، كتير حلوين كتير حلوين يعني هيك ولونهم قوي، هيك ولونهم قوي يعني ما بعرف اذا حطيت البرايمر اللي بيعطيه يعني اللي محطوط في العلبة ما بعرف شو راح يصير. اوكي هلا رح ارجع للون الموف وقوي شوي وادمج الاطراف. اللون بيعقد يعني ما بعرف اذا الكاميرا عم تلقط لون مظبوط بس بيرنم. على فكرة ما هري ولا برقعي على جفني على وشي او على خدي، كله طلع على عيني. يعني اول مرة بلعب ببرق وما بيهر. هلا رح اخذ ايلاينر اسود اللي عم استعمله من استي لاتر رقم 03 سوفت سمارت بلاك. بعدها رح اخذ كمان ايلاينر اسود من اسنس اسمه اسنس ايلاينر بن واتر بروف 01. رح اعمل فيه ايلاينر يكون عريض. ماسكارتي من لوريال اسمها فولس لاش سوبر ستار اكس فايبر. الكاميرا اليوم عم تطلع معي، عن جد عم تطلع معي. كل ما تنشف الماسكارا قبل ما احط الرموش رح انتقل للوش.
راح استعمل البرايمر من لوريال هيدروجينيوس الوا واتر. الفاونديشن اللي راح استعمله من مايبلين 24 اور سوبر ستي فاونديشن. وراح والكنسيلر او خفي العيوب اللي راح استعمله اللي ضيعته من LA Girl Pro Conceal High Definition Concealer. استعمل مانهاتن سوفت كومباكت باودر فرام ترانسلوسنت. هاي بتجي مثل البودرة الحارة المضغوطة، حسبت فيها تحت العين وباقي الوش. اوكي يلا رح خلص العين. اول شي صار عندي مشكلة انه الايلاينر ما بعرف ايش وصله هون وطلع عندي خط هون، حاولت امحيه فمحل لون و ضل عندي شوية، حاولت ابني اللون فوق الموف مرة تانية لحدد وكسرة العين، بس طبعا ما رح طلع نفس اللون لاني في تحته اساس وهالشي بيلعب دور. اوكي حطيت الرموش، هلا رح ارجع اخذ اللون الموف اللي حطيته وادمجه على خط الرمش السفلي. رح انتقل للمسمر، رح استعمل هولا برونزر. اليوم انا ما مصحي شعري. البلاش هستعمل من سيفورا بالرقم 01 Shame on you. هايلا جيرمي مايبلي ماستر كروم بالرقم 05 مولتن روز جولد. محدد الشفاه من كاتريس، كنت رح اقول اسنس ما بعرف ليش، من كاتريس بالرقم 0 سلاقيها تو 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 برقم 080 that's what rose would do. وحمرتي من سفورة بالرقم 13 وبس. فإذا صبايا هذا كان كل شيء للفيديو اليوم، بتمنى انه يكون نال اعجابكم ونال رضاكم. لا تنسوا تحطوا لايك للفيديو اذا حبيتوا وتضغطوا على الزر الاحمر اللي تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس لتصلكم الاشعار في الفيديوهات القادمة. لكم مني كل الحب، لا تنسوا الجمال مش بس من برا. المهم نكون حلوة من هون وبشوفكم بالفيديو الجاي. باي. هون الاي شادو بجنن، كتير حلو كتير حلو. شعري اليوم مرض يعني تعاون مي ولا بأي شكل من الأشكال ولا بأي شكل. اوكي.